رقصة التانجو الأرجنتينية الشهيرة هي قبل كل شيء زوج متشابك وخطوات مضبوطة الإيقاع تتناغم مع الموسيقى، ولكنها أيضا رياضة مفيدة لمرضى القلب وعلاج في الوقت ذاته. هنا في بيونس آيرس وضع الأطباء برنامجا متكاملا يساعد على علاج مرضى القلب ويعتمد أساسا على رقصة التانجو، إذ يقول أحد الأطباء: هذه الرقصة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الشرايين التاجية للقلب مثل المشي أو الركض. قاعة كبيرة في أحد الفنادق خصصت لعلاج المرضى، هنا يرقصون ويبتعدون عن أجواء المستشفيات، وهو ما يعطيهم دفعاً معنوياً كبيراً، إذ يقول أحد المرضى: أنا أحب التانجو، دائماً ما كنت أحلم بتعلم هذه الرقصة، وهو ما أتاحه لي برنامج العلاج هنا. لا أرقص مثل المحترفين، لكنني لن أتخلى عن التجربة. رقصة التانجو مكنت المرضى أيضاً من التواصل مع بعضهم البعض والخروج من العزلة التي قد يواجهونها، فالتانجو علاج للقلب، ولم لا لتآلف القلوب؟